تصعيد أقل ما يمكن أن يوصف بأنه مفاجئ وخطير هو ما طرأ على مسار المواجهة بين الحوثيين باليمن وإسرائيل، تمثل باستهداف تل أبيب بطائرة مسيرة خلفت قتيلاً وثمانية جرحى بحسب المصادر الإسرائيلية. الإعلام الإسرائيلي كشف تفاصيل مثيرة عن الضربة التي كانت مختلفة عن سابقاتها من حيث طريقة التنفيذ والهدف منها وموقع الاستهداف، حيث أكدت صحيفة أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي حدد المسيرة بأنها من طراز صمد ثلاثة إيرانية الصنع والتي تم تعديلها ليكون لها مدى أوسع، وقامت بالطيران لتقطع مسافة تبلغ نحو 2000 كيلومتر من نقطة انطلاقها في اليمن، كما قامت بالطيران في مسارات جديدة لتضليل أنظمة الرصد الإسرائيلية. وأظهرت التقديرات أيضاً أن تصميم رأس الطائرة الحربي الذي يزن بضعة كيلوغرامات تم تعديله بما يتلائم مع رحلة طويلة دامت 10 ساعات حلقت من خلالها المسيرة بمستوى منخفض عبر سيناء وعبرت البحر الأبيض المتوسط أمام الساحل الجنوبي لإسرائيل للوصول إلى هدفها. الجيش الإسرائيلي شرع بتحقيقات عاجلة للتوصل لخيوط من شأنها كشف المزيد من الحقائق عن الضربة، خصوصاً إذا ما علمنا أن موقع سقوط الطائرة كان مجاوراً لفرع سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب، ولوضع خطط أمنية واستخبارية تمنع تكرار خروق من هذا النوع.